نحن اليوم مضى هذا اليوم الخامس على حادثة الاعتداء وما تم اتخاذ أي إجراء بحق الفاعلين والجنات على الإطلاق. فاليوم نحن كانت وقفتنا هي مرحلة أولى لموضوع المطالبة للنيابة والجهاز القضائي للوقوف على المسؤوليات وتطبيق القانون السوري في موضوع الاعتداء على المحامي. لكن للأسف أنه نحن لليوم الخامس لم نشهد أي إجراء بحق الفاعلين والجنات. اليوم كانت الوقفة وقفة احتجاجية بسبب التصرف الذي بدر من قبل شرطة أخطرين ومن قبل الضابط التركي المسؤول الموجود في شرطة أخطرين، وهذا التصرف اللا مسؤول الذي بدر منه يعني في اعتداء مو فقط على المحامين وإنما اعتداء على القانون، اعتداء على القضاء، لأن حصانة المحامي هي من حصانة القاضي، وأي اعتداء على أي محامي هو اعتداء على القاضي في ذات الوقت. وبالتالي يعني هذا التصرف تصرف لا مسؤول وغير مبالي، وسوف يؤدي لنتائج خطيرة إذا لم يتم محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء. دعونا اليوم لهذه الوقفة الاحتجاجية لزملائنا المحامين الأحرار استنكارا لما حدث لزميلنا إبراهيم عبد اللطيف يوم الأربعاء الماضي من اعتداء سافر وقمي من قبل شرطة أخطرين والمستشار التركي الذي يعمل في شرطة أخطرين، وهي دعوة أيضا لمؤسسة القضاء ومؤسسة الشرطة للوقوف عند مسؤولياتهم. هل هم مؤسسات تنفذ القانون على الضعفاء أم على الجميع؟ طبعا نحن هون ضمن الوقفة التضامنية مع الزميل الأستاذ إبراهيم. طبعا في عنا عدة مطالب كمحامين، أهمية المطالب هي التأكيد على حصانة المحامي أمام الدوائر وأيضا بالذات هي أمام الشرطة، أيضا محاسبة المعتدين الذين قاموا بضرب الأستاذ الزميل إبراهيم من خلال المحاكمة وأيضا جلبهم إلى القضاء.